أسترو ليلي. القوس اللي هو ماخو برشا اليوم كالنشاط والاندفاع وكل الحاجات المزيانة في الحمل، وماخو برشا زيادة من الأسد الكاريزما ولك الوهرة وكل السياسة الجانب الدبلوماسي الحلو مع هو قوس. دونك هنايا نجم نقولوا القوس ملم من نواحي كل. حضر روحك صدقا للحاجات اللي انت تستنى فيهم ان شاء الله موجودين، وحاجات غير منتظرة اللي فيها تغيير كبير ونجاحات خارقة للعادة بالنسبة البرج القوس. سختو اللي يستنى عنده مدرك ما عادش يستنى أكثر من يستنين، معناها بالحق فما تناسق كوكبي خارق للعادة وماخو من كل برج فصيلة معينة يا قوس ليامات هذية، معناها نجاحات ممتازة والحظ معاك بالما تمشي امرأة وإلا رجل. أنت القوس خليك متفهمة وخليك هكا سيسة شوية وحاول تحل المشاكل بجانب مزيان من غير اندفاع ومن غير أكد تواتر، خاطر يتحملوا ما يتكلموش، أما كيف يتكلموا يجبدوا القديم والجديد والحاضر والغايب والمشي واللي جاي واكل عديوه الكل. سلاطه نقول سلاطه فروي دماغ ولا سلاطه فروي سلاطه. دونك القوس اللي عنده سلاطه مزيان على الاخر، هنيئا لكل ما هو قوس.